بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي كل سنة وأنتم طيبين. خلاص بنخلص الصوم الكبير ربيع الحياة الروحية وداخلين الأسبوع الجاي على أسبوع الآلام، وهنحضر فيه مع رب المجد يوم الخميس العشاء الأخير الفصح. وعشان كده النهاردة عندنا آية مهمة جدا جدا، احنا هنتكلم عن سر الأسرار، عن أصعب سر في الأسرار المسيحية وسر الإفخارستية. من إنجيل معلمنا يوحنا بيقول لنا: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش أبدا. كلام صعب، وعشان نبدأ ونفكر فيه ونفهمه ونفهم أصعب الأسرار هو سر الإفخارستية، تعالوا نشوف رب المجد أسس السر إزاي وبدأ يفكر أن يوصل السر ده لتلاميذه وللجمع إزاي. هنلاقيه مش من النهاردة يا أحبائي وقت كتابة الجمل دي، ده من زمان خالص، من 3-4 آلاف سنة، من أيام موسى النبي والشعب لما كانوا في البرية. تعالوا نشوف رب المجد اتكلم ومهد للشعب في إصحاح 6 من إنجيل معلمنا يوحنا هذا السر العظيم إزاي. نلاقيه بدأ الإصحاح بمعجزة عظيمة، هي معجزة إشباع الجموع، 5 ترغيفة وسمكتين يشبع بيها 5000 شخص غير النساء والأولاد. فرح الشعب جدا جدا جدا، طبعا ما بيأكل ببلاش وما فيش تعب ولا فيه مجهود، وافتكروا الأيام الأولى لأبائهم في البرية، برية سينا، لما قعدوا 40 سنة يأكل المن، على طول افتكروا وقالوا هذا هو بالحقيقة النبي المزمع أن يأتي. وفرحوا وحبوا ياخدوا المسيح كده يخطفوه ويملكوه عليهم، عشان هيأكلوا ببلاش ومش هيشتغلوا ومش هيعملوا أي حاجة، مع العلم إن هو عمل معجزات أهم وأعظم كده بكتير. ده قوم ابن أرملة نيين وابنة تايروس وشافى مرضى كتير. مش مهم، عايزين اللي يجي يريحنا، اللي يجي يوكلنا من غير تعب. لكن السيد المسيح بعد عنهم كالعادة، خد جنبه وطلع على الجبل وهم قاموا راكبين السفن بتاعتهم وطلعوا على كفر نحوم. وبعدها بيوم جالهم السيد المسيح، وطبعا كان ماشي على المية وكان في مشاكل كده في البحر، وقابلوه هناك وشافوا الجموع ومسكوا فيه تاني وقالوا له خد تعالى بقى اعمل لنا آية تاني. فرد عليهم سيد المسيح وقال لهم: عشان أكلتوا من 5 خبزات والسمكتين عايزين آية تاني؟ وقال لهم: لا، اعملوا لا للطعام البائد بل الطعام النازل من السماء الذي يقدمه بالإنسان، الطعام الباقي للحياة الأبدية، هذا ختمه الله الآب. فقالوا له: أباءنا أكلوا من المن. قال لهم: أباءكم أكلوا من المن وماتوا. فقالوا له: طب اعطينا هذا الخبز كل حين. فرد سيد المسيح عليهم بالآية اللي لسه قريناها دلوقتي: أنا هو خبز الحياة، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، له حياة أبدية وأقيمه في اليوم الأخير. الكلام ده تعب جداً الجموع اللي كانوا مع السيد المسيح، وحصل ما بينهم مخاصمة ومش قادرين يستوعبوا بالعقل السر ده، وقالوا: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده نأكله؟ صدقوني يا أحبائي، إلى الآن هذا السر عامل مشكلة عند غير المؤمنين، لا يتقبلوا بالعقل هذا السر العظيم، وإزاي يتحول خبز وخمر إلى جسد ودم. عشان كده عايزين النهاردة إحنا كمان، لأن في وسط الحاد اللي موجود حوالينا وبالذات الشباب واللي بيقابلهم من مشاكل وأسئلة ويلاقي نفسه مش عارف يجاوب، بالراحة يا حبيبي، ربنا النهاردة بيقول لك: من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. بالذات في السر ده، السر ده لازم يتخذ بالإيمان مش بالعقل، لا يدرك بالعقل، لأنه ما لم ترى عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، هو السر الإفخارستية. وإحنا بنتقدم لهذا السر نفتكر كده أبونا قبل التوزيع على طول لما بيقول: أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المسيح الذي أخذه عنا، ويكمل لغاية يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يؤمن به، ويكمل ويرد عليه الشماس ويقول له: آمين آمين آمين، أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. يحتاج إلى إيمان يا أحبائي، لا يدرك إلا بالإيمان. عشان كده في يوم خميس العهد اللي هنحتفل بيه الأسبوع اللي جاي، رب المجد لما قعد مع التلاميذ وكسر وقال لهم: خذوا وكلوا هذا هو جسدي، كانوا مستنيينه، الكل مشيوا إنما هم فضلوا معاه.
حتى السيد المسيح كان قايل لهم لعلكم انتوا كمان عايزين تمشوا، قالوا له الى من نذهب وكلام الحياه عندك، وكملوا معاه لغايه يوم الفصح، خدوا الجسد وخدوا الكاس وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي، خدوه بفرح لانه مهد لهم يا احبائي هذا السر لا يدرك بالعقل لكن بالايمان. احنا كمان ما نفكرش فيه بعقلنا لكن بالايمان. النقطه الثانيه يا احبائي اللي عايزين نتكلم فيها ان لازم لما نيجي نتقدم لهذا السر يكون باستحقاق، ما يكونش زي اي اكل واي شرب، ما نستخفش بيه. زي ما معلمنا بولس الرسول راح لاهل كورنثوس ولقاهم بياخدوا هذا السر كانه اكل وشرب وقال لهم لا لا، اللي هياخد جسد ودم الرب بدون استحقاق ياخذ دينونه، لانهم كانوا بيفكروا بعقلهم، شعب كده من المفكرين، واصعب ناس يتقبلوا الامور الايمانيه اللي بيفكر بعقله كتير. احنا كمان ربنا بيقول لازم تكون مقدر هذا السر العظيم وتخش زي ما ابونا بيقول القدسات للقدسين، لازم نكون مهيئين ليه. واقول له يا ربي لا لاجل قداستي بل عشان انت تقدسني، لا لاجل استحقاقي بل لاجل علاجي. ربنا يدينا ان احنا ناكل من جسد ودمه بكل ايمان لكي ما نحيا معاه في الحياه الابديه. واختم بجمله اخيره يا احبائي، باكله طرد الانسان ومات الموت الابدي الادبي لما ادم خالف وصيه الله واكل من شجره معرفه الخير والشر، وباكله لينا الحياه الابديه اللي بيها نتنقل من الجحيم الى النعيم. والعجيبه ان الانسان في الحالتين يا احبائي كان يرفض، لما ربنا قال له ما تاكلش اكل ولما ربنا بيقول له كل هذا هو جسدي وهذا هو دمي مش عايز ياكل، لانها المجد الدائم من الان والى الابد امين.